في استاد الوحدة المغربية، أنصار وعشاق ومحبي ومشجعي فريق مولودية بجاية، فريق الزمالك، الفريق الذي تغلب في المباراة الأولى، يسعى لعبور هذه المحطة من أجل الوصول إلى دور الثمانية والدخول إلى دوري المجموعات. كل الأمنيات بالتوفيق لفريق الزمالك، الفريق اللي بيدخل بتشكيلة مكونة من أحمد الشمعشرين من الدوري التونسي للمحترفين، جمعت ما بين شبيبة الكيروان والنادي البنزرتي، وكانت انتهت بفوز فريق النادي البنزرتي بهدف واحد مقابل لا شيء. يعاون في لقاء الليلة المساعد الأول الدولي أنور هميلي، مروان سعد المساعد الثاني، حكم الرابع هيثم قصي. الزمالك بزيو التقليدي المعروف، اللون الأبيض على الجانب الأيمن من ملعب اللقاء، قمصان البيضاء، شرطات البيضاء والجوارب السوداء. على الجانب الأيسر من استاد الوحدة المغربية تواجد فريق مولودية بجاية باللون الأخضر مع الأسود، ده بالإضافة للجوارب البيضاء. على بركة الله انطلقت المباراة. هيا بنا أيها السادة محبي متابعي كرة القدم الإفريقية، عشاق الزمالك في كل مكان، اربطوا الأحزمة لكي نحلق ونطير بحثا عن كل ما هو شيق وممتع ومثير. حينما اقتربت عقارب الساعة من السابعة تماما مساء بتوقيت القاهرة، هيا بنا ننطلق نبحث عن المتعة، نردد الدعوات ونمني النفس أن يكون الزمالك قادم إلى دور الثمانية ودور المجموعات. كرة في الجانب الأيمن ملعوبة لفريق مولودية بجاية، تصل لمحمد إبراهيم، ملعوبة في الأمام إلى أيمن حفني، كرة مقطوعة عادت إلى فريق مولودية بجاية، الفريق اللي تعادل في آخر مبارياته في دوري الجزائري في الرابطة المحترفة للأندية الأولى بهدف مقابل هدف على هذا الملعب أمام فريق اتحاد بليدة. الأخضري عادل هو ما سجل هدف في اللحظات الأخيرة من اللقاء. في اليمين عكاشة حمزاوي يحضر في الجانب الأيمن، عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، برافو محمد كوفي، تمركز جيد، يتعامل بالرأس محمد كوفي اللي مميز بالتعاون مع ألعاب الهواء رغم قصر القامة. ملعوبة رمية التماس لمولود بجاية، الفريق اللي بيضغط منذ اللحظات الأولى، كرة عرضية يغيب عنهم زهير سرداب اللاعب الأبرز، مثلما يغيب عن الزمالك السندباد المصري الذي يقدم كله ما هو حصري في فنون كرة القدم الجميلة، كلكم عارفينه طبعا، مصطفى فتحي. خارج ملعب تماس لمصلحة فريق الزمالك، دقائق الأولى الزمالك يحتاج فيها لتركيز، فريق الجزائري يضغط يريد أن يسجل هدف مبكر منذ اللحظات الأولى، لكن خبرة الزمالك الإفريقية حضر لي بكرية مرة تانية، انطلاقة عند اللاعب يايا، محاولة التقدم للاعب اللي بيحمل القميص رقم 20 اللي تقدم بيتورانجال، لاعب اللي أمامنا على الصورة صاحب قميص رقم 20 مورجان، لاعب وسط هجومي أيمن، لاعب اللي بيحمل الجنسية هو من الأصل تشادي ويحمل الجنسية الجزائرية، اللاعب بيتورانجال صاحب 27 سنة. ارتدت مرة تانية لمصلحة الفريق الجزائري، لقاء الأخوة العرب، لقاء الأشقاء هنا في مدينة بجاية في اللؤلؤة الجزائرية كما تلقب هذه المدينة. خطأ لمصلحة فريق مولودية بجاية داخل منطقة الجزاء، لدينا خمس دقائق مرت متابعينا في كل مكان، وتعادل حاضر بدون أهداف. محمد إبراهيم يلعب في وسط الملعب، طارق حامد يتقدم، وقف على كورته، استنى طارق، غير اتجاهاته، محاولة تمرير كرة في الأمام في الجانب الأيسر طويلة في مساحة خالية موجودة خلف دفاعات فريق مولودية بجاية في اتجاه كهربا، لاعب اللي كان قص شريط الأهداف في المباراة الأولى مع الدقيقة 60 وبالتحديد مع الدقيقة 15 من الشوط الثاني، ثم قبل النهاية بثمان دقائق كان حمودي له هدف رائع من صناعة ممتازة وجميلة للاعب حازم إمام من أقصى الجانب الأيمن. حازم إمام الكابيتانو يتدخل، يقطع كرة وصلت نص الملعب، أيمن حفني كرة تمر من جديد عند اللاعب ليث بكرية، ملعوبة طويلة، الفريق اللي يحتل المركز الثاني في الدوري الجزائري ينطلق، ولكن قريب حكم اللقاء الدولي يوسف السريري صاحب ال 39 سنة، أدي السقوط أمامنا في الإعادة، لم يشترك معه أحمد توفيق، وحكم اللقاء يقول لا شيء عن قرب كان متواجد في محاولة للخداع والسقوط داخل منطقة الجزاء لإرهاب دفاعات الزمالك مبكرا ربما لتشكيل خطورة، لكن يبقى الزمالك ثابت حتى الدقائق الأولى من عمر أحداث المباراة. أحمد الشناوي يلعب الكرة العالية، تحولت خارج ملعب إلى تماس، أدي الكرة اللي وصلت عند لاعب بنداي، أحمد توفيق محاولة من بعيد ثم سقوط أمامنا في لقطة العادة، سقوط من لاعب بنداي
لكن على أرضية الملعب رجعت مرة تانية. تحضير زملكاوي، انطلاقة جميلة، كهربا أقصى اليسار ولكن طولت من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا وتحولت إلى تماس لمصلحة فريق بجاية. رمي تماس، سفيان خضير الظهير الأيمن بيلعب الكرة داخل منطقة وسط ملعب فريق الزمالك. برافو طارق حامد العامل الرقابة لصيقة، رقابة رجل لرجل في وسط ملعب، تحويل الكرة إلى خارج ملعب تماس. مرة تانية من جديد سفيان خضير، كرة ارتدت في وسط ملعب بجاية، ارتقاء من معروف يوسف حكم اللقاء كل شيء. الكرة بتمر تصل عند لاعب حمزاوي عكاشة، محاولة مرور كوفي يتدخل وعامل تغطية والميل والترحيل من ديودار لاعب قلب الدفاع التاني واللي تدخل في توقيت اللحظات الأولى، لكن الحمد لله بلا خطورة. فريق الزمالك لديه الأفضلية بيفوزوا وتقدمه في اللقاء الأول بهدفين مقابل شيء. أمامه عدة خيارات، أن يخرج بنتيجة التعادل بدون أهداف أو التعادل الإيجابي وبأي نتيجة أو الفوز، والاحتمال الرابع أن يخسر ولو بفارق دائري. أحمد توفيق مرة تانية استلام، محمد إبراهيم عايز يمرر لحازم اللي انطلق أقصى الجانب الأيمن، عادت لمصلحة اللاعب زيدان ميباراكو صاحب القميص رقم 5 اللي أمامنا واللي بيحمل شارة القيادة، يفتقد لجهود زهير زرداب اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة واللي بيغيب عن لقاء الليلة للإيقاف لحصوله على إنذار أصفر ثالث. كرة عالية من كوفي ملعوبة، ده بالإضافة أيضا عدم وجود اللاعب عبد القادر مسعودي لاعب الطويل القامة، كرة ملعوبة في الأمام، أوبا مش ممكن، كهربا كاد أن يصعق شباك فريق بجاية، كاد أن يدمر أحلام الموب وسرطان البحر فريق الزمالك اللي لم يصاب شباكه في اللقاء الأول وأصاب مرمى شمس الدين الرحماني بهدفين. كهربا مش ممكن على الأسيست، الله على الصناعة من اللاعب أيمن حفني، وكهربا ينفرد بالمرمى ومع الدقيقة 10 كان حيحصل على درجة الامتياز لو أسكن الكرة في المرمى وهز الشباك. مش ممكن، كهربا يفتقد لحاسة التهديف، لكن أعتقد أن الفرص ستأتي للزمالك. انطلاقة حازم إمام في اليمين، محاولة لإرسال عرضية ملعوبة في خطورة، أوبا كهربا من جديد ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. الزمالك في خلال دقيقة واحدة وصل بمحاولتين خطيرتين، الأولى بكهربا وباستخدام للقدم اليمنى أولي وسط حضور أكثر من 100,000 متفرج، وبهدف دونجا الكرة المصرية تامر عبد الحميد في شباك الرجاء البيضاوي المغربي. كرة عالية فاول حزاري أحمد الشناوي، كرة تمر إلى خارج ملعب وإلى ركلة مرمى لمصلحة فريق الزمالك. هذه الكرة الملعوبة العالية داخل أعماق منطقة الجزاء، كان الشناوي متقدم خطوتين لقدام لكن رجع بسرعة وأمن الكرة واللي سقطت على الشباك من الخارج من أعلى المرمى. متابعة لاعب المتقدم اللي كان داخل منطقة الجزاء موجود لخضري عادل، كرة إلى خارج ملعب تماس لمصلحة بوليديت بجاية. جماهير وأصوات وأهازيج وأهاني وأغاني لم تتوقف أبدا الجماهير عن التشجيع المثالي منقطع النظير مع حفاوة الاستقبال للبعثة المصرية برئاسة السيد رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. معروف يوسف يلعب كرة تصطدم بعكاشة، تحولت إلى خارج ملعب تماس لفائدة الزمالك، كلما يمر الوقت فهو اللي مولديت بجاية، في حين أن الزمالك لم يتحصل على أي ركلة ركنية حتى الآن. ملعوبة من على اليمين الشناوي عالية تمر أقصى الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، محاولة اللاعب سومايلا سي دي بي اللاعب المالي اللي بيتواجد في دائرة المنتصف في محور الارتكاز بجوار اللاعب سفيان بوعوالي، لاعب الارتكاز المهم واللي بيعتمد عليه المدير الفني عبد القادر عمراني صاحب 60 سنة. رجعت مرة تانية استلام سفيان بوعوالي، يلعب الكرة في الأمام وصلت عند اللاعب أحمد ديودار، شارك في الفترة الأخيرة ديودار وكوفي اثنين قلبي الدفاع، يمكن ده اللقاء الرابع على التوالي اللي فيه بنشوف ديودار مجاور على طول لمحمد كوفي. تحضير لفريق بجاية الجانب الأيمن،
استلام ماكليش على الصورة أمامنا اللي ظهروا لينا بيدي تعليمات نصائح الاسكتلندي صاحب تريري الدولي منذ عام 2011 صاحب 39 سنة 77 مباراة في مشواره التحكيمي أدارهم أشهر خلالهم الحكم التونسي 287 بطاقة صفراء و23 بطاقة حمراء غير أنه احتسب 20 ضربة جزاء. برافو حازم إمام القاد قطع الكرة من أمام ليث بوكرية اختراق لمنطقة الجزاء يلعبها حازم لكهرباء في محاولة الوان تو والهاتو خد وضرب التكتل الدفاعي لكن لعبها قوية وغير متوقعة في اتجاه اللعب كهرباء ارتدت للفريق الجزائري. الشقيق أقصى الجانب الأيمن محمد أوليونداي برافو حمادة طلبة وأحمد دودار حتى الآن أداء متزن من جانب فريق الزمالك تحضير عند لاعب بيتورنجال ملعوبة أقصى الجانب الأيمن عند حمزاوي عكاشة بيستعد يحضر نفسه شيكابالا عملية الإحماء والتسخين كذلك أعتقد كان متواجد بجواره لاعب حمودي كرة طولت بعدت عن حمزاوي عكاشة حمزاوي عكاشة كرة تحولت إلى خارج الملعب ركلة مرمى 23 دقيقة مرت منتصف أحداث الشوط الأول والتعادل أيها الأحبة في كل مكان لا يزال حاضر وهنا يحضر في الصورة كان اللاعب أيمن حفني ونتمنى أن يكون له حضور له توقيع له تمريرة حاسمة فاصلة في ملعب المباراة هنا في استاد الوحدة المغربية عمل صناعة فرصة هدف محقق أهدره اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع الدقيقة العاشرة من أحداث الشوط الأول برافو محمد كوفي تدخل وأبعد كرة من أمام اللاعب مورغان إلى خارج ملعب تماس أشعة ملعوبة دي حالة التسلل الثانية على اللاعب كهربا كهربا اللي وصل للمرمى وإلى منطقة الجزاء أربع مرات منهم مرتين بطريقة شرعية أهدر فرصة مؤكدة مع الدقيقة العاشرة كرة مع الدقيقة الحداشر كرة عرضية ملعوبة أقصى اليسار أين الرقاب أحمد توفيق أحمد يتدخل يا سلام على الأداء الرجولي الله على الأداء الرجولي وبشكل فدائي تدخل أحمد توفيق حط رجله في التوقيت مناسب وتحولت إلى تماس دي كرة كانت ملعوبة عند لاعب فوزي يايا يزيد محاولة لاختراق دفاعات الزمالك لكن حتى الآن محاولات الفريق الجزائري لم تفلح يايا يزيد صاحب 26 سنة كرة في الأمام ديودار يؤمن والكرة تتحول خارج الملعب ركنية لمصلحة فريق مولودية بيجايا فريق اللي يريد أن يكثف في المحاولات الهجومية ديودار مع كوفي مع حازم إمام في اليمين وحمادة طلبة في الشمال حتى الآن اتزان دفاعي على أعلى مستوى هنا مالك فرحات لاعب قلب الدفاع رقم 6 متواجد داخل منطقة الجزاء ليث بوكرية بيتو رنجال التشادي الجزائري داخل منطقة الجزاء يترقب ينتظر عالية ملعوبة رأسية برافو أحمد شناوي الحمد لله رأسية من اللاعب المتقدم زيدان رقم 5 ميبوراكو تقدم لاعب كرة بالرأس ولكن في منتصف المرمى تمركز رائع لأحمد الشناوي توقع أكثر من جيد ونجح أنه يحتضن الكرة في فرصة هي الأولى تبدو الخطيرة للفريق الموب لسرطان البحر فريق مولودية بيجايا الفريق يبدأ بيده بسرعة عالية ملعوبة ملك فرحات داخل منطقة الجزاء حذاري الشناوي خروج من الشناوي ومتابعة من ديودار وفوزي يايا يزيد إلى خارج ملعب كرة تحولت هل هناك في راية من المساعد الأول أنور هملي من داخل منطقة الجزاء أدي أمامنا الكرة ملعوبة خروج الشناوي محاولة إغلاق الطريق أمام اللاعب الخطير فوزي يايا أحمد ديودار حذاري أحمد من أي التحام وأي اشتراك داخل منطقة الجزاء في الأخير الكرة مرت إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق الزمالك شناوي زمالك اللي بنتمنى أن يلعب كرة على الأرض من قدم لقدم مع حسن الانتشار مع كيفية التحول من دفاع إلى هجوم بفضل تمريرات الساحر اللاعب أيمن حفني وكذلك انطلاقات كهرباء في الأمام مع أيضا الاعتماد على الجبهة اليمنى من قبل حازم إمام وبالتعاون نتمنى أن يكون حاضر مع أحمد توفيق كعب القدم أيمن حفني محمد إبراهيم كرة تصل عند لاعب معروف يوسف لكن مقطوعة بتدخل جزائري حمزاوي عكاشة صافرة يوسف السريري حكم المباراة حكم اللي بمناسبة كان بدأ مجال التحكيم في موسم 2008-2009 في الدوري التونسي وكانت أولى مبارياته ما بين حمام الأنف وفريق النادي البنزرتي كانت انتهت بنتيجة التعادل بدون أهداف هو الحكم في أمم أفريقيا 2013 للشباب واللي أقيمت في الجزائر
والبطولة اللي توج بها منتخبنا الوطني عن طريق نجم الكرة المصرية الخلوق الكابتن ربيع ياسين، لما تغلبنا في النهاية على منتخب غانا بركلات الترجيح من علامة الجزاء. رمي التماس حمادة طلبة، يلعبها إلى اللاعب محمد إبراهيم، كان ممكن يسند عليه ويلعبها له، لكن تحرك ناحية اليمين بعدت إلى تماس، ملعوبة بسرعة من صوماليا سي دي بي، حمزاوي عكاشة فوزيايا، كرة في الشمال ليث بوكارية، كرة خطيرة، الشناوي يتألق، الشناوي يتألق في أول اختبار حقيقي، اختبار برأسية كان مع الدقيقة 30 عن طريق اللاعب رقم 5 زيدان ميبوراكو، بينما هو الاختبار الأحق لفريق الجزائري محمد أوليون باي سنغالي، بينما يتألق الدولي المصري الاخطبوط أحمد الشناوي ويحول كرة إلى خارج ملعب، ضربة ركنية، فرصة هدف محقق، الزمالك وحارس مرماه المتألق يتصدى، ملعوبة ركنية، حذاري ملعوبة فوزيايا، لا 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 لا، الشناوي مش ممكن، مش ممكن، الملعب كاد أن ينفجر بهدف أول مع الدقيقة 39 لولا هذا التصدي الأسطوري للحارس أحمد الشناوي رافعا شعار لقد حان الموعد لكي أتألق وحان دوري لكي أؤكد أن أنا حارس أسطوري. الله شناوي، شوف الرياكشن، شوف التصدي، شوف الروعة، شناوي حارس منتخبنا الوطني، حارس مرمى الزمالك المصري يتصدى لهدف تاني مرة تانية من جديد. الكرات الثابتة، الكرات العالية اللي حذرنا منها مرارا وتكرارا، يتألق الشناوي في اختبارين متتاليين خلال دقيقتين. محمد أوليون داي، طارق اضغط، طارق حاول أن تبعد كرة من أمام أوليون داي، جماهير زئير تشجيع، لم يتوقف الجماهير الجزائري عن التشجيع، بالتأكيد عارفين قيمة وعراقة فريق الزمالك هنا في مدينة بجاية، هنا في المدينة الرائعة، مدينة عريقة تاريخية أسست في عهد الحمديين، المدينة الساحلية السياسية السياحية من الطراز الفريد واللي بتمتد من البحر الأبيض المتوسط شرق الجزائر اللي بيحطها جبال البابور وجرجرة ومناظرها الطبيعية الخلابة التي تكسو هذه المنطقة والثلوج التي تغطي كل الجبال طوال العام، لأن في موسم الشتاء درجة الحرارة قد تصل إلى 15 درجة تحت الصفر وتبقى طوال السنة وجبالها تبقى مكسوة بالثلوج. أحمد الشناوي تألق، 40 دقيقة مرت، وهنا حمزاوي عكاشة وكرة لمصلحة فريق مولودية بجاية، والكل يترقب، حائط بشري مكون من 5 لاعبين لفريق الزمالك، وكرة ثابتة ملعوبة ولكن على يسار الشناوي من قبل حمزاوي عكاشة، كرة سددها مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق الزمالك. صاحب 25 سنة حمزاوي عكاشة له 3 أهداف في الدوري الجزائري، 7 محاولات تسديد على مرمى الزمالك من قبل فريق مولودية بجاية، في محاولة وحيدة كانت من قبل اللاعب كهربا، لو عملها كهربا لبعثر الأوراق عند عبد القادر عبراني ولخبط الأمور تماما وكان حيعقد مباراة على فريق الجزائري. محمد إبراهيم نص الملعب معروف يوسف، عودة لكوفي برجله الشمال يطلع عند كهربا، مرة تانية كهربا وحيدا يحاول وسط دفاعات الفريق الجزائري مولودية بجاية، دخول من اللاعب الأخضر عادل، الأخضر عادل صاحب القميص رقم 21، اللاعب اللي تدخل صاحب 27 سنة، دي الكرة الثابتة الأخيرة اللي بتعاد من حمزاوي عكاشة لاعب فريق اتحاد بالعباس، فريق اللي اقترب من الصعود إلى الدوري وهو اللي بيحتل الآن قمة الدوري الدرجة الثانية واللي اقترب خلاص بشدة وبقوة من الصعود إلى الدوري الجزائري في العام القادم 2016-2017. كرة تمر من أمام فوزيايا، يزيد صاحب القميص رقم 10 إلى تماس لزمالك أحمد توفيق، لعبها لحازم إمام، مضغوط عليه كرة مقطوعة، حكم اللقاء يوم منطقة الجزاء، كرة الثابتة
10 أخطاء على الزمالك، 3 أخطاء على بيجاية، على التنفيذ الظهير الأيسر لمولودية بيجاية، ليث بكرية لعب شبيبة القبة، لعب شباب بولزداد، كرة ملعوبة لكن برافو شناوي على طول بقبضة اليد اليسرى طلعها إلى خارج ملعب ركلة ركنية. هل يا ترى في حد اشترك مع الشناوي في كرة كانت على خط المرمى حولها إلى ضربة ركنية؟ مباراة في الشوط الأول حتى الآن نظيفة خالية من البطاقات الملونة، البطاقات الصفراء. 45 دقيقة بالتمام والكمال، خلاص شوط أول أوشك على النهاية، ننتظر الوقت المحتسب بدل من ضائع. الكرة الثابتة ليث بوكرية داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي على طول باليد اليسرى أبعادها خارج ملعب ركنية. حائط كان مكون من محمد إبراهيم وأيمن حفني، شناوي من أعلى نقطة وقبل الكل وفوق الجميع يتواجد ويبقى هو السد المنيع حتى الآن. أحمد الشناوي محافظا على نظافة الشباك، كان له دور كبير وإسهامات كبيرة في التألق، واللي كان حصل على فرصة مع فريق الزمالك منذ 4 مواسم لما كان معلم حسن شحاتة هو قائد لفريق الزمالك فنيا، وكانت هناك في المغرب أمام فريق المغرب الفاسي. ملعوبة ركلة المرمى، جنش إلى وسط ملعب، طارق حامد من أمام سفيان بعوالي، عادت إلى لاعب أحمد توفيق، لعبها بقدمه ارتدت نص ملعب، رجعت مرة تانية في الجانب الأيسر، فوزي يايا يزيد تماس، كرة تحولت لمصلحة بيجاية، سابها فوزي لليث بكرية، لعب الظهير الأيسر لأمامنا صاحب القميص رقم 24 على تنفيذ التماس، لعبها قصيرة على مشارف منطقة الجزاء، رجعت مرة تانية، بيضغط أحمد توفيق، بيحجز حازم إمام، كل بيتواجد انتشار حلو على منطقة الجزاء، كوفي رأسية برافو، رجعت مرة تانية ولكن صافرة الحكم وفاول لمصلحة بجاية. أمير عقيد حمزاوي عكاشة، الكل يطلب الكرة، أعتقد الكرة ما فيهاش حاجة خالص، خروج وسقوط على أرض الملعب، ونجح أنه يضحك ويخدع حكم اللقاء في كرة ارتقى إليها كوفي أبعدها دخول محمد إبراهيم، ولكن واضح أن في شيء في اللقطة اللي أعيدت في زاوية الخلفية. ملك فرحات اللاعب اللي تقدم، لاعب الارتكاز ومحاولة الدخول إلى منطقة الجزاء، وفاول من مسافة حوالي 23 متر تقريبا، واجهة لمرمى حارس محمود كنش اللي بيتعرض لاختبار أول، نتمنى أن يمر مرور الكرام إن شاء الله، يمر بردا وسلاما على فريق الزمالك وأنصاره ومحبيه وعشاقه في كل مكان. خطأ هو الـ11 على فريق الزمالك، والكرة على مسافة 22 ياردة تقريبا، وحائط على مسافة 9 أمتار 15 سنتي، متواجدين داخل منطقة الجزاء، يزيد يايا فوزي يزيد، حائط زملكاوي والحارس جنش، كرة تبدو صعبة، اختبار صعب، يا رب يمر على مرمى الزمالك بسلامة، ملعوبة برافو الحائط يتصدى، وصافرة حكم اللقاء اللي ربما تنطلق وبالفعل انطلقت من الدولي يوسف السراري. شوط أول ينتهي بنتيجة التعادل بدون أهداف، بجاية الزمالك في دور 16 لقاء العودة في بجاية في ملعب الوحدة المغربية، استراحة قصيرة، تحياتي محمد الغياتي، لنا عودة والشوط الثاني بعد ربع ساعة من الآن، فإلى اللقاء.